استاذ محمد من الاهليه اتفضل. الله يخليك. انا شفت رؤيه وابويا ده بيجي لي على طول وباستمرار. شفت رؤية ان ابويا احنا في الغيط واحنا بنعمل شويه شغل في الغيط حاجه زي كده، ووالدتي راحه جايه معايا وابويا واقف شايل شومه وزعلان زي ما يكون زعلان مني، فقلت له لا انت زعلان مني ليه؟ ما بيردش. وبعدين وانا ماشي كده فمن خوفي منه قلت له الله على الطلاق بالثلاثه لو جت يمي ما انا قاعد، ورحت صاحي. استاذ محمد حضرتك عندك كم سنه؟ انا عندي 72 سنه. ووالد حضرتك متوفي؟ والدتي متوفيه برضه. والدتك متوفيه؟ طب اسمع سيدنا النبي قال ايه؟ عمنا المحترم استاذ محمد. ايوه معاك. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: علم ينتفع به، صدقه جاريه، ولد صالح يدعو له. دعاءك قد تكون هناك دعوه تكون في سبب تكون سبب ان والدك يكون من اهل الجنه، قد يكون هناك دعوه انه يصل الى الفردوس الاعلى، قد يكون هناك دعوه تزود رصيده عند ربنا. ممكن ولا مش ممكن؟ بقول لحضرتك انا بدعي له ليل نهار. طيب مفيش قد ولا ركعه. طيب ولا ركعه. طيب اللهم ارحم استاذ محمد. استاذ محمد. ايوه معاك. هل لك بعض الاخوه او من اخواتك؟ ايوه. في حاجه بينهم؟ اكيد. ايوه. طيب ما هو برضو اذا انت اكبرهم؟ لا انا الوسطاني بتاعهم. طيب واذا كان ان انت مثلا ربنا اداك الحكمه والعقل؟ ايوه. مش تقدر تجمعهم؟ انا بحاول والله. ها تقدر ولا مش تقدر؟ لا بحاول فعلا، وده فعلا ودي فعلا يبقى ده الموضوع بقى. طيب ممكن ان انت قبل ما تقدم على الموضوع دون تصلي على سيدنا النبي 100 عليه افضل الصلاه. ان شاء الله. وتقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قل يجمع بيننا ربنا. ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. اللهم بحق اسمك الجامع اجمع بيني وبين اخوتي. امين يا رب. وبحق اسمك الفتاح افتح علي انا واخواتي. امين يا رب. وصدقني يا حاج محمد وانت صوتك راجل صالح، ربنا يخليك، تحط دعائك بين الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا مش نضمن نعيش قد اللي عشناه، مش كده يا حاج محمد؟ طبعا طبعا. طيب دي رسالة من والدك ان انت تبقى سبب في الصلح بينك وبين اخواتك، والله اعلى واعلم. اتفضل. الاخ قبل ما ناخد تليفون، الاخ هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. والأخت وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. صلة الرحم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلا من أمتي يتعلق بالصراط المنسوب على جهنم، تارة يحبو حبوا وتارة يسحب سحبا وتارة يقوم ويقع، فجاءته صلاته علي فأخذت بيده. ورأيت رجلا من أمتي يمر على الصراط فاعترضه خطاف من خطاطيف جهنم فسلكته صلة الرحم الرحم من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. الحق يتكلم بنفسه. صلة الرحم تطيل في العمر، تزيد في الرزق، تجعل هناك بركة. فين أنت من صلة الرحم دي؟